ماذا نقدم لرسول الله هدية بهذه المناسبة السعيدة العطرة التي أبهجت قلبه؟ يا رسول الله، يا سيدي، سلام الله عليك في الخالدين، ماذا سأهدي للنبي هدية؟ قد حيرتني روحه القمرية، أهديه ورداً والورود كفوفه قد لونت بعطائه البشرية، ماذا سأهدي للنبي هدية؟ قد حيرتني روحه القمرية، أهديه ورداً والورود كفوفه قد لونت بعطائه البشرية، أهديه شعراً والقصائد كلها سجدت إلى أبياته الغزلية، أهديه عطراً والعطور جميعها ذابت على أنفاسه العطرية، أهديه تمثالاً إليه وما ترى سيكون مثل النسخة الأصلية، أهديه عمري والسنين تقزمت مني أمام حدوده الأبدية، أهديه جوهرة وأية درة ستكون قدر طباعه الذهبية، ووضعت كفي فوق خدي واسمه متعلق بحبالي الصوتية، هذا هو الحب الذي أوصافه طبعت على أحماضنا النووية، فالحب رعشة جبرائيل إذا أتى لأبي البتول بسورة مكية، والحب حيرة عاشق بغرامه قد كهربته الصعقة العذرية، والحب مغنطة التجاذب في الهوى والقفز فوق حدودنا الزمنية، والحب موت في الغرام بحب من نهوى مثل السكتة القلبية، فإليك موتي في هواك هدية ما مثلها للعاشقين هدية، في مولد الزهراء جئتك ميتا في الحب موت الفرحة النبوية، لأقول للزهراء بعض مشاعري متسائلا عن ذاتها القدسية، أتراك من قبل النبي نبية أم للوجود أمومة كونية، إنسانة التكوين في حورية أم يا ترى حورية إنسية، قمر يسير بأرجل بشرية في الكون أم حواءة قمرية، أسماؤك عند الإله ومن ترى سيعي لذاتك هذه العندية، ولكل بذر نبتة من طبعه فأتيت من كف العلي عليا، ولكل بذر نبتة من طبعه فأتيت من كف العلي عليا، تفاحة أهدى الكريم بنورها لمحمد أكرم بتلك هدية، اللهم صل على محمد. يا ليلة القدر التي فطم الملا عن وعي تلك الجنة الزمنية، لتنورين من ثلاث مشارق نبوية علوية حسنية، بنت أبر وزوجة دان الوفاء لوفائها وأمومة
ذهبية. من كانت الزهراء بنت صفاته هو زاهد ببنوة الأزلية. من كانت الزهراء زوجة روحه هل يستعيض بهذه الزوجية؟ من كانت الزهراء أم شعوره كان الصدى لحبالها الصوتية. شاخ الزمان بفهم كنه كمالك أبدا وأنت مدى الزمان صبية. كنت الكساء لآل بيت محمد كنت الكساء لآل بيت محمد والمستعاذ بك لكل بلية. يا قدوة للاستقامة ترتقي بوجودنا لسعادة الأبدية. الجن والإنس استبد بخلقهم سر يمت لفاطم بهوية. أنا ما خلقت العالمين بأسرهم إلا لأجل عيونك الحورية. يا لام تعليل الوجود ليعبدوا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يا لام تعليل الوجود ليعبدوا فعبادتي بك غاية الحرية. صلى عليها الله من سبع السماء والخلق فوق كراتها الأرضية. من رافع صوت الصلاة لفاطم فله من الرحمن ألف تحية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصلاتنا للخلد أسرع سكة سبقت خيوط السرعة الضوئية. صلوا على الزهراء وازدهروا بها وإليكم الجنات خير هدية. اللهم صل على محمد وآل محمد.